سيك ثيتك سا
سمنت سنة أبراب إسحاق يعقوب بسرا البثوة أبن طاق اسمه وبشوي ديلا أستير نبيليني عذب الله ظهوسي ما هو نباري هو تشلس بشاني اني طبيب بشوي سري يقول بشم تلالو ناقيو صدرك ميسك دينا غو انت فكان النوبي مين بور انت تيهيريني موينان انتك رين سمنان انتك هيريني كان النوبي ناني بول نوري بول انقاج انت تيهيك ليسي هاري صبتيرو سنس كم شايني امانويل بنوتي كنت نميت تنخن بقوه وانت ببيوت ننب نب ما سوال انت في اسمه ايران تيرين انت في طوبو انانيت انت في طالت شو النيشون انت ننمسي شر ننصوما تنقوش موكو بخريستوس ننبك يوتن وننب نب ما سوال جاكي السلام لك يا جورجيوس ذول اسم العظيم ترك الرب اسو الشعب ذكرك في الاقاليم تقدمت ايها المختار الى داديانوس اخذت كل الكفار بعلامة بستفروس راك ديديانوس على وجهك النعمة جميلا في شخصك تضيء مثل النجمة وقال لك يا مختار انت من اي مكان انا لي ثلاثة اعوام ما رايت مثلك انسان فما حشتك عندي حتى أتيت الآن تعالى واخبرني أنت من أي مكان بحق يسوع ربك تخبرني يا إنسان عن أبي وجدك كان وزيرا فقال جورجيوس أنا ابن أناستاسيوس وأنا عبد لربي يسوع بخريستوس كبدك يا بلدنا نثبتنا في فلسطين وفي مربانا وفي مقيمين فقل دخل ديانوس تعالى عبود الاوثان وابخر يا محرون وانا اكتب لك فرمان فقل جورجيوس انا نسلك كيف تأمرني أنت أن أعبد الأوثان؟ مرر دقل يدنوس عزا بالقديس والإطيان قدروا وضربوا بالدبابيس سبع سنوات عدة يقاس بلا تعب واحتمل كل شدة بمحبة رب الأرباب لاسمي تتقدمت على اسمه القد حبا في رب القوات المحي كل نفوس وفي رابع موتى مضى بالتليل وأخذش داوانا السبعة أكليل ظفر بالنعمة من عند الرب القدس من الكليل الشهادة بشيس بورو جورجيوس سلام لك يا بطل يا قائد كل الفرسان يا من أجل خذ يا عباد الأوثان السلام لك يا قديس يا ابن أناستاسيوس
يا حبرا ونفس عبيس بخرس تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين يا إلى مريق قرقس الرمان أعين أجمعين في مقادس العالي سطع نور بين لكوكب نوراني مريق قرقس الإسكندراني غنوالي أريا متعالي على الإسكندرية ما نرت مسيحية أبو أيضا قد كم من عبدات الأول لكنه غرق معا بالإله صنع الإنسان إذ دبر صنع الخيرات ظروفا نيرت بها يدرك ملك السماوات يا صنع رب قوة سفر الشمل التجارة فكانت له خسارة إذ اتفق عيد روحاني للبطل الروماني مدينة اللون بأسرية تقيم اليوم لك حفلة لتكرم شاهدة ماري قرقس حبيبات تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون لا شاهد ماري قرقس السكندري عيننا أجمعين تفسير اسمك في أفواه كل مؤمنين كل يقولون يا عين ماري قرقس المداح عين أجمعين مريتي مجدالي اكسيون باد شويس يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا شليل فلوجيتي إريني باسي إيتم نغماتي إيسو أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتعون يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأن أجيلك المقدسة بطلباتي صلوا صلوا للإنجيل المقدس يا رب ارحم انا قلت النبيل بس اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا ووصونا ان نصرهم في سؤالاتهم وطلباتهم التي نرفع اليك ايها السيد الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا الليل
في زمرة وتنجي في صني وخنفران بشوي سنتين يقوم كيريا فلوق سنتو كاتا ماركو ناقي وفانجيري توانا غنوزما زوكساسي كيريا كيفو بخوف أمام الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري مرقس البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع بن سوتير بن أورو تيرين إسوس بخريستوس بشيري ببنوتي تون بيوناف شايني بأوفا بنوتي بي زوكساسي كيري من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين إلهنا هو ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا الرب إله القوات معنا ناصرنا هو إله يعقوب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين عند بحر الجليل أبصر سمعان واندراوس أخا يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين فقال لهما يسوع هلما ورائي فأجعلكم تصيران صياد الناس فللوقت تركا شباكهما وتبعا ثم اجتاز من هنا قليلا فرأى يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه وهم في السفينة يصلحان الشباك فدعاهما للوقت فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجرى وذهب وراءه ثم دخلوا كفر نحوم وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلمون فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة والمجد لله الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين له لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير ما سيأس رب نلك مكوكو مقلبة خمبرستوس
يسود بن شوي اسكيف الله سيمون دكري وكلين عطي نوبيون سو كيري بروس خومين سيوم تفو بوامين يريني باسي يتم نمادي أسيد رب إحسان مسل ابن الحمد كلمة الله لا بل إذا قطع كل ربطات خطانا قلنا إذا نفخ فوق يتلمس القديسين وصل الأطهار قال أن أقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطأ غفرت لهم نسأل أن أطلب صلاحكم كشان عبيدك أبائي إخوتي أخواتي ضعف من حملك رزقنا رب رحمتك اقطعنا كل ربطات خطايانا إن أخطأنا رب لك في شيء بعلم أو بغير علم جزاء قلبه بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس أنت العارف ضعف البشر كصالح حمل البشر اللهم نبلنا غفران خطايانا طاهرنا باركنا حالنا وحال السائر شعبك وابنانا وخوفك ومردتك المقدسة المحية أمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا جبافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا اسمع في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبا ما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة نجينا من الشرير بالمسيح صارب لك ملك وقوة ومجد الأبد آمين تفضلوا ارتاحوا الكرة لي تفضل
Thank you.
من ألمات، لكن إيمانك بإلهك كان دايما بيزيد. ضحيت بحياتك وتركت المجد الباطن، والسما فرحت بيك، وبلقب أمير الشهداء بتناديك، وملايكة وقدسين حواليك وبتشفع علينا قدام فديك. ودلوقتي جه معادنا مع أحلى الترانيم وميدلي ماري جرجس. Yeah.
Aksiyon Osa
يو صام اكسيوس افان شاروبيم بمتروبو اوليتيس اكسيوس المجد يا رب اسمك القدوس. بنشكر كورال ماري مرقص ابتدائي، ربنا يبارك فيهم ويعوضهم كل خير. ترانيم جميلة وحلوة وأصوات ملايكة وإيقاع حلو. ونشكر الطفل بيبو ابن أبونا شاروبيم اللي كان بيضرب على العود، حاجة جميلة قوي، ربنا يبارك حياته. نسمع كلمة صوت الروح القدس على لسان أبونا المؤخر القمص أبرام. تفضل. بسم الآب والابن والروح. طب احنا بنتكلم وهنسمع ازاي احنا بنتكلم كده؟ اولا كل سنة وانتم طيبين، ويعيد عليكم الايام كده بكل خير وبركة، وتكون الايام دي فعلا سبب بركة وسبب تغيير جوه حياتنا. عشان كده النهاردة هنقول كده، هناخد آية من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل روميا. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، ولا تشاكلوا هذا الظهر، لا تشاكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بصراحة الأيام دي كده محتاجين فعلا ان احنا نجدد الذهن من الداخل. بدأت تسيطر علينا أفكار غريبة، بدينا نعول الهم هنعيش ازاي، الحياة صعبة، هو ربنا فين؟ أنا ياما بصلي ربنا من أجل حاجة ومش بيستجيب، هو المشكلة بتاعتي هو ربنا مش عارف يحلها. ونبتدي نحط حاجات كتيرة وأفكار سلبية جوا أذهاننا. عشان كده أول حاجة النهاردة هنتكلم عليها الأفكار السلبية. وعلى فكرة الأفكار السلبية هي اللي بتقود حياتنا. تعالوا نشوف واحد كده مليان يعني أفكار شؤم وأفكار كده يعني ناقم على الحياة، شوف سلوكياته إيه، شوف الداخل بتاعه إيه، شوف علاقته مع ربنا أساساً إيه. مفيش. الحقيقة لفت نظري الأسبوع اللي فات تقريباً كده وانا في المطرانية، وجي شاب كان بيخلص اجراءات ورق خطوبة هو وخطيبته، فقال لي ابونا كنت عايزك كده 3 دقايق. قلت له تحت امرك. قال لي ابونا انا مش بعرف انام، ممكن اقعد 2-3 ما بنامش، على فكرة انا ليا 2 ما نمتش. فطبعا انا كل فكري طبعا سرح في ايه، مكالمات ويعني خطيبته. فبقول له طب يعني ايه اللي بيخليك مش بتفكر مش قادر تنام؟ قال لي بصراحة بفكر هنعيش ازاي، هندبر امورنا ازاي، طب بكرة وبعده لما نجيب عيال هنعرف ندخلهم المدارس. وبصيت لقيت نفسه بقى ايه داخل في افكار، ده انت لسه ما عملتش خطوبة يعني لسه بتعمل إجراءات وخطيبته معاه. فطبعا جه في ذهني إن هو ما عندهوش شغل. قلت له طب حبيبي عندك شغل؟ قال لي آه أنا بشتغل.
بصيت لخطيبتي وقلت لها وانت بتشتغلي؟ قالت لي اه. يعني في امكانيات انهم من يعيشوا ويفتحوا بيت، لكن الابليس بيدخل بالافكار عشان يدمر حياتنا. دي الحرب اللي بيننا وبين على فكرة ابليس منذ بداية الخليقة. تعالوا نشوف كده اول مقابلة بين حواء وبين الحية. الحية تقول لها ايه؟ احقا قال الله لا تأكل، مش ما تأكلوش من شجرة، لا تأكل من كل شجر الجنة. طب هو ربنا حدد شجرة واحدة، لكن ابليس عشان يدخل جوانا بيضخم الموضوع ويدخل كده بهدوء علشان يدمر الفكر بتاعنا. طالما اتدمر الفكر بتاعي اتدمرت حياتي واتدمر علاقي مع ربنا. كل انسان شكله مش مبتهج فده جواه افكار سلبية. كل انسان مفهوش ابتسامة ده جواه افكار سلبية. وعلى فكرة الكتاب المقدس مليء بناس واشخاص ضيعتهم الافكار. مثال بسيط، يهوذا، يهوذا الاسخريوطي، محبته للمال ومحبته ان هو يستحوذ على كل حاجه، وبالرغم من ان ربنا حذره قال له خلي بالك انت هتسلمني، لكن محبه المال جفلت معاه افكاره تماما. كان كل فكره مركز في حاجه معينه بس. كانت نهايته ايه؟ فقد حياته الأبدية. حنانيا وسفيرة حبوا يظهروا قدام التلاميذ بمظهر حلو وما أدركوش إن هم بيكسروا وصية. وعلى فكرة احنا بنعيش الموضوع ده كتير. ممكن أحب أظهر في الكنيسة بمظهر حلو، أظهر قدام الآباء بمظهر كويس، أبقى إنسان عطاء، أتعامل بمنتهى المحبة وال يعني مش عايز أقول يبقى الواحد يعني ملاك جوا الكنيسة، لكن نرجع البيوت الوضع مختلف تماما. نرجع البيوت نبقى عصرة جوا بيوتنا. ما هو ده الإنسان اللي بيعيش بفكر مش نقي، فكر بعيد عن الوصية، فكر بعيد عن محبة حقيقية لربنا. بناخد شكل مظهري وشكل خارجي، بنتخيل ان احنا ممكن بنضحك على الناس، اه ممكن، لكن قدام ربنا انا كاسر الوصية. عشان كده الافكار السلبية بتقود الانسان الى ان هو يفقد الابدية بتاعته لو هو اصر ان هو يعيش في الدايرة بتاعتها. طب والحل؟ تعالوا ناخد نقطة تاني. في ناس عندها افكار سلبية لكن ادركت ان الافكار السلبية كان ليها تأثير داخلي مش حلو. هل الفكر السلبي ممكن يتحول الى فكر ايجابي؟ ايوة. من أين أذكر من أين سقطت وتوب؟ هي عايزة نقطة ولحظة الواحد فعلا يقعد مع نفسه ويعيش. يا ترى أنا الفكر بتاعي وحياتي راضية ربنا ولا لأ؟
هل أنا قاعد عايش الوصية ولا لأ؟ مع الأسف إحنا بنحاول إن إحنا نعيش لكن بنعرج بين الفرقتين. آه نبقى في الكنيسة في الخدمة في موسم زي ماري جرجس كده حلوين، لكن بعد كده بننسى كل حاجة. قديس معلمنا مرقس الرسول يقول لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة. خلي بالك، شوف الأفكار اللي جواك سلبية ولا إيجابية. وعلى فكرة سبب تعب حياتنا وصحتنا الأيام ديت والأمراض اللي منتشرة أفكار سلبية، ضغوطات داخلية، فالإنسان بيضغط ضغط عالي، سكر، مش عارف حاجات كتيرة جدا. كل ده ناتج من إيه؟ من الصراع والأفكار السلبية اللي هي مسيطرة عليا وأنا مش عارف أطلع منها. لكن ممكن أن أنا لما ابتدي أراجع نفسي أقدر أطلع منها. إحنا شفنا يهوذا عاش في الفكر دمر حياته. نفس الموقف بتاع يهوذا كان مع بطرس، برضو ربنا حذره، يا بطرس خلي بالك أنت هتنكرني. لا يا رب، إزاي ده أنا من تلاميذك ومش ممكن هيحصل الكلام ده كله. مع أول خطوة وأول مجابلة مع واحدة جارية بدأ ينكر ويقول أنا معرفوش. لكن مجرد ما صاح ديك ويسوع نظر له بعينيه، بدل ما يأنب نفسه ويعيش عدم رجاء زي يهوذا، طلع يجري وبكى بكاء مرا، راجع نفسه، عرف ان هو غلطان. الفكر السلبي بتاع الانكار رجعه الفكر ايجابي ان هو يغير من حياته، بل يحتمل ألمات واضطهادات وفي النهاية يستشهد على اسم يسوع. ما هو ده فكر سلبي وتحول لإيجابي. لو قد بصينا لقصة استير ومردخاي وهامان، هامان كان جواه فكر شرير عايز ينتقم، فكان فكر سلبي. استير لما مردخاي بعت لها بيقول لها خلي بالك ده في قرار طلع من الملك حيبيد كل اليهود، وحاولي تتصرفي، خافت على نفسها. جات له بص انا مش هقدر، انت عارف ان الملك لو ما مدش القضيب الذهب الواحد ممكن يموته. فمردخاي قال لها خلي بالك لو ما جاش الخلاص من عندك هيجي من مكان تاني، هيجي من عند ربنا. فبدت تدرك ان هي غلطانة بالفكر بتاعها وفكر الخوف، فرجعت قالت له ايه، صوم وصلوا لربنا. وفعلا قدرت ان هي تغير الفكر السلبي لفكر ايجابي. طب وحنبعد بعيد ليه؟ القديسين اللي احنا النهاردة بنحتفل بيهم، واحد زي القديس ماري جرجس المزاحم، عايش في أسرة أب غير مسيحي وأم مسيحية، أم إنسانة تقية. أنا بتخيل كده أن كل صبحية وهي رايحة كنيسة بيحط إيده كده على خده ويشوف أبوه عايش إزاي ووالدته عايشة إزاي. فقدر إن هو يغير من الأفكار بتاعته السلبية اللي واخدها من والده إلى أفكار إيجابية خدها من والدته، بل بالعكس
نمى هذه الأفكار لدرجة أنه استشهد. واحد زي والد القديس ماري جرجس السكندري، ودي على فكرة يعني بعتبرها عظة لينا كلنا، كان رايح يحضر الاحتفال بتاع ماري جرجس في فلسطين زيكم كده، وبيحضر الاحتفال والناس فرحانة وبتسمع المعجزات، وهو كان إنسان إيه؟ وثني مش مسيحي. لكن لما أدرك الفرح والإيجابية اللي عايشين فيها، الفرح الداخلي اللي متمتعين بيه الناس اللي هم بيحضروا الاحتفال، أدرك إن هو لأ، هو بعيد عن الموضوع ده خالص، لأ ده أنا لازم أشوف الناس دي الداخل بتاعها إيه، فقدر إن هو يعرف المسيح من خلالهم، من خلال الاحتفال. يا ترى إحنا في احتفالنا لما ابتدى يشوف الفرح اللي في عينين الناس اللي قاعدين، طلب ان هو يعتمد. يا ترى احنا النهاردة واحنا بنحضر احتفال بماري جرجس الروماني وماري جرجس المزاحم وماري جرجس السكندري، ثلاث شهداء كبار جدا جدا في الكنيسة، انا تعلمت منهم حاجة النهاردة؟ هل لما ارجع البيت بتاعي هجيب الفرح اللي كان موجود في الكنيسة النهاردة اوديه البيت عندي؟ مع الاسف النهاردة بنحضر، مش عايز اقول ان احنا كده اهو وقت بنقضيه، لكن لو انا ما حضرتش احتفال زي ده وما خدتش منه حاجة، صدقوني انا شخصيا فكري ان انا بحس ان انا ما خدتش بركة كويسة من القديسين، لان انا ما تلمستش معاهم النهاردة. هم في الدورة كده وفرحانين والشباب بيفرحان والناس فرحانة وبنزغرت، لكن الداخل بتاعنا فعلا بيزغرت وفرحان ان انا باخد بركة قديس، برجع البيت بفكر فيهم، برجع البيت اقرا سيرتهم مرة واثنين وثلاثة واحاول استثمر حياتي معاهم. هو ده الانسان اللي بيبقى بيغير الفكر السلبي لفكر ايجابي. اخر حاجة الانسان اللي بيعيش في الفكر الايجابي، الانسان ده بنلاقيه انسان مبتهج فرحان، ودي طبعا الصورة واضحة دي جدا 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 في شهيدنا ماري جرجس الروماني. 7 سنين من العذابات لم يتذمر ولم ينكر واحتمل احتمالات، عشان كده ليه مكانة كبيرة، لانه قبل كل الحاجات دي بفرح. كل قديسينا اللي استشهدوا، تعالوا نشوف سيارهم كده واحد واحد، يبقى رايح للاستشهاد وهو فرحان ومبسوط. الانسان الايجابي معاملاته تبقى معاملات فيها محبة، معاملات فيها سلام. انسان بيبقى بشوش يقول لك يا سلام فلان ده انا احب اقعد معاه، لان بصراحة لما بقعد معاه بستريح بفرح. الانسان الايجابي جواه سلام، معاملاته كلها فيها حب وفيها تقدير للآخر، ما هو انسان ايجابي.
هختم بقصة صغيرة. شخص أنا أعرفه يعني هو مش من مصر، هو راجل أمريكاني بيملك مصنع في 2000 عامل. الراجل ده عامل حاجة غريبة جدا أول مرة أشوفها أو أسمع بيها. هو طبعا هو كان بيديني محاضرات، فدايما كانوا حتدوله المحاضرات اللي بعد الغداء عشان عارفين ان هو بيعمل جو فرفشة كده للناس ما بيناموش. فأنا يعني واحد كده على طول يعني راجل عنده مصنع كبير ومصنع خشب هو كبير يعني مش في ذهنه أي حاجة. فبقول له طب أنا عايز أعرف يعني أنت مش مشغول بأي حاجة في المصنع عندك أو كده؟ ده أنت عندك 2000 عامل. قال لي لا. بقول له إزاي؟ قال لي بص أنا مش بهتم إن أنا أنمي المصنع بتاعي. ده فكر غريب. قلت له ما بتنمي إيه؟ قال لي بنمي أفكار الناس اللي شغالة. أنا جايب ناس يصلوا ويجروا انجيل مع العمال. قلت له قال لي اه بديهم وقت يصلوا ويجروا انجيل. قلت له طب افرض واحد مش مسيحي يعني. قال لي بص هم بيحاولوا ان هم يعني يعرفوا المسيح، لو ما قدروش خلاص مش بيخصبوا عليه. قلت له طب وبعدين؟ قال لي يبتدوا يتعاملوا معه بطريقه تانية. عنده مثلا ابنه عيان يروح يسألوا عليه في المستشفى ويقفوا معاه. عنده أي مشكلة لا هم من اللي يحلوها له. فبالشكل ده بنمي الأفكار فبديله ولاء للمكان، في نفس الوقت بديله نمو لعلاقته مع ربنا. ولما يبقى إنسان أمين في حياته مع ربنا هيبقى أمين معايا في المصنع. فكر طبعا مش بتاع إنسان يعني راجل أعمال خالص، لدرجة يعني من ضمن الكلام كان اتعرض المصنع بتاعه لحريقة كاملة. قال الرب أعطى الرب أخذ وما تأثرش. إنسان إيجابي في فكر جوه قلبه. ما عرفش يعني بفكر كده يا ريت كده عشان ناخد الفكر الإيجابي. يعني كل ما الواحد كده يصحى الصبح كده ويعتبر اليوم ده يقول له هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه. اليوم بتاعي النهاردة يا رب من أوله ده بتاعك مش بتاعي أنا، ده ملكك. خليه يوم كده في شبع روحي معاك، في فرح حقيقي معاك، في تعامل حقيقي معاك. حتى لو قابلتنا مشاكل، قابلتنا أي شيء بيعيق حياتنا، لما أنا أبقى عايش بالفكر دوت في اليوم إن اليوم ده بتاع ربنا وهو اللي بيدبره، هو اللي بيدير كل لحظة فيه، وأقول له سلمنا فصرنا نحمل. ربنا يدينا إن احنا نعيش الفكر الإيجابي علشان الكآبة اللي على وجهنا ديت كلها تروح، عشان يعني عولان الهم اللي منكد بيوتنا وعامل مشاكل في بيوتنا وعامل مشاكل بين الراجل ومراته والعيال وكل الدربكات ديت، لو في فكر إيجابي حقيقي جوه البيت هنلاقي ربنا موجود جوه البيت. ربنا يكمل عمله معانا ويفرحنا بقدسنا ببركة صلوات الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني، ماري جرجس المزاحم، ماري جرجس السكندري، وبركة صلوات سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل مطرنا الأنبا شاروبيم لإلهنا كل مجد وكرام كل أوان وإلى أبد الأبدين آمين. كل سنة وانتم طيبين. أيام الحلوة المبروكة اللي احنا فيها دي، زيارات الشهيد العظيم البطل ماري جرجس، والجلسة في الدير، الدير الحلو المبروك ده اللي مليان بالخير ومليان بالبركة. وزي ما انتم شايفين ما فيش أي أعمال غير عادية،
كلها أعمال روحية تبدأ من الساعة 4 الفجر لغاية دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو، كلها أشياء روحية، ما فيش أي حاجة غلط أو أي حاجة احتفالات كدابة وموالد والحاجات بتاع الزمان. ديرنا مليان بالخير ومليان بالبركة، فإن شاء الله كده ببركة مار جرجس بيبقى في معجزات حلوة من أجل محبة ربنا لينا. المعجزة الأولى النهاردة بتقول أنا بنتي تعبت خالص وراحت لكذا دكتور، وطبعا في الآخر معروف أنه بيطلبوا منها تحاليل وأشعات وعشان يعرفوا في إيه، تمام كده، والنتيجة طلعت عندها أنزيمات عالية للكبد، أنزيمات عالية في الكبد، وده اللي مسبب لها التعب. بتقول طبعا اداها علاج مؤقت لغاية ما نشوف في ايه، فانا بتقول رحت الدير وقلت التجأ لمار جرجس ودير مار جرجس في المحروسة. بتقول رحت دير مار جرجس المحروسة وخدت معايا دمامتها اللي بتحكي يعني، خدت معايا البنت وجينا هنا الدير، رغم انها جينا هنا الدير لكن رجعت تعبانة، فبتقول لا انا مش قادرة اجي تاني، انا تعبت من المشوار وانا مش قادرة. وفعلا بعد ما روحت بتقول يعني ان كان مار جرجس رجعها تعبانة لكن مش عاوز يكسفها وعاوز يبين لها انا معاكي وسمعتك وشفتك ولازم هعمل معاكي حاجة. فاللي حصل انها بالليل لما روحت حلمت بتقول جاها دكتور بيقول لها انت مالك تعبانه كده ليه؟ قالت له ما قالوا لي عملت الاشعات والتحاليل وطلعت فيه انزيمات عاليه وانا تعبانه. قال لها مين قال كده؟ قلت الدكتور شاف التحاليل والاشعات وهو اللي قال كده ومديني العلاج. قال لها يا شيخة ده الدكتور اللي في الحلم بيقول لها لا الأشعات حلوة والتحاليل مظبوطة. فطبعا هي الدكاترة قالوا والأشعة اللي عملتها قالت كده وهو بيقول لا غير كده. قال لها عشان تطمني بكرة روحي تعمل ايه؟ اعمل أشعة تاني واعمل تحاليل تاني وحتشوف الكلام اللي بقوله له. فعلا مشي وقامت الصبح بتحكي الحكاية دي، وفعلا خدوها للمعمل عمل التحاليل شعات عملت إشاعة وخدوها وطلعوا بيها للدكتور نفسه شاف التحاليل والأشعات وقال لها أنا ما شايفش في أي حاجة، هو أنت اللي كنت مبارح عندي؟ أيوة أنا. وكانت طبعا دي عاوز يقول لهم مار جرجس ما فيش حد يجي يزورني في مكاني وتقولي أنا رجعت تعبانة، ربنا بيبارك وبركة مار جرجس بتكون معانا. وفعلا تم شفائها تماما وبركة الشهيد العظيم البطل ماري جرجس. الثانية زي كده أيضا بتقول أنا معاي بنت ابني 3 سنين، وفي يوم جالها ابنها بيقول لها ده البت تعبانة ومش قادرة تمشي، أول ما توقف تصرخ من الألم ورجليها وارمة 3 سنين ورجليها وارمة وتعبانة، فمش عارف أعمل إيه ولا أروح فين، مش قادرة تمشي خالص ولا توقف على رجليها. رحت للدكتور بيقول لا ده في فيروس دخل وحتاخد فترة في العلاج، فكانوا خايفين طبعا عليها. قال العلاج ده حتاخد العلاج لمدة تاخد العلاج فترة كده وتاخد، وأيضا عايزة راحة تامة ما توقفوهاش تاني
ولا تمشي بعد لغاية ما تخلص العلاج بعد 15 يوم. طب ده كانت بتروح الحضانة، قال لا ما فيش حضانات ولا تتحرك، ويدوها راحة تامة مع العلاج. طيب عن كانوا طبعا متضايقين عليها، دي عمرها 3 سنين وعاوزة تتحرك وعاوزة تروح وتيجي، ممنوعة من الحركة ولا الحضانة. بتقول طلبت شفاعة الشهيد العظيم البطل ماري جرجس. جميل ان احنا نلتجأ لمعونة ربنا وشفاعات القديسين. طلبت شفاعة القديس ماري جرجس الروماني، وقلت له ليك نذر كبير يا ماري جرجس، لو البنت ريحت وما تعبتش تاني وما سافرتش أسيوط ولا في أي دكاترة تاني، كفاية العلاج اللي هتاخده. وفعلا بتقول ربنا تمجد تماما، تمت المعجزة وبقيت كويسة وراحت الحضانة وبتوقف تمام وطبيعي. وبنشكر ربنا. وأنا جيت امبارح، امبارح كانت هنا جبت الورقة، جيت امبارح وجبت النذر بتاعي أشكر ماري جرجس على محبته. بركة الشهيد العظيم البطل ماري جرجس تكون معانا، أمين. أي لازم الأي اللي في الآخر دي يعني. طيب على فكرة لغاية دلوقتي كل المعجزات بنحكيها عن ماري جرجس الروماني. فراح السكندري قال يعني أنا هخش أعمل لي حاجة عشان يجيبوا سيرتي هنا. حاضر. هذه واحدة هنا بتحكي عن قصتها مع ماري جرجس السكندري. بتقول معاي بنت، معاي بنت، بس للأسف، ده كلامها، للأسف إنها حلوة جدا. طب حلوة جدا نتأسف لها؟ قالت من أجل جمالها حصلت بعض المواقف. أولا كتير العرسان اللي جاييها بعد ما خلصت دراستها عشان تتجوز، وهي ما تعرفش إزاي كل ما تشوف حد كان مستواه عالي، مستواه كويس، عنده إمكانيات، يقول لك لا أنا مش ناوي أتجوز، أنا يعني مش عاوز أتجوز، أنا مش مرتاحة. ويجي أي وتيجي الناس كتير كتير كتير، طبعا من أجل جمالها بتيجي ناس كتير وهي ترفض، وطبعا الأم تسمع الرفض وتبكي، بتقول كنت أبكي عشان بنتي اللي مش قادرة أقنعها إن أي واحدة لازم تتجوز، وهي البنت اللي رافضة، والعرسان كتير، يعني كتير ما بنشتكي نقول ما فيش عرسان جاية، لكن هي دي العرسان كتير، لكن هي البنت اللي مش رافضة، اللي مش عاوزة. فبتقول بعد فترة كده لغاية البنت ما كبرت وعدت 30 وهي مصممة على رأيها، عدت 30 سنة، وأمها طبعا تخيلوا منظر الأم وتعبها على بنتها. لغاية ما في يوم بتقول رحت دير ماري جرجس في المحروسة، ما هو حلال المشاكل. بتقول جيت الدير هنا كعادة كل سنة في الموسم، وإحنا بنيجي من سفر وبناخد أوضة، نستأجر أوضة في السكن ونقعد فيها الفترة دي صباحا ومساء وقدسات واجتماعات وحاجات. البنت ما جاتش، بس هم فبتحكي مع أبونا، بتحكي مع أبونا، يا أبونا دلوقتي أنا تعبانة على البنت دي، وأروح فين؟ أنا مش عارفة أعمل إيه ومش قادرة عليها، طب إيه فيه؟ فيعني فبتقول ربنا تمجد وحلمت حلم، شفت واحد شاب جميل حلو بيقول لها مالك متضايقه ليه؟ قالت له بابا يسوع عارف. لبين عليها يعني ايه تحبش الكلام الكثير. مالك زعلانه ليه؟ قالت له بابا يسوع عارف انا زعلانه ليه.
وشفت القديس ده اللي جاييني، بس منظره لا مش مارجرجس الروماني، حد تاني بس انا ما اعرفوش، ما عرفتش مين، بس انا شفت صورته وفاكراه منظر جميل وحلو، لدرجة انا بقول معقولة في ولاد شكلهم حلو قوي كده، البنات ممكن لكن الولاد فيهم، الولاد فيهم شكل حلو، كلهم جمال هنا، يا سلام احلى من كده ما فيش تاني. فكانت فرحانة، كانت روحت شافت الحلم ده ومش عارفة مين، لكن اللي هو طمنها وبيقول لها طيب ما تخافيش والمشكلة هتتحل. وفعلا بتقول لما مشيت في الكنيسة وبصيت رحت مكان تاني لقيت صور كصورة كبيرة فيها ثلاثة مارجرجس، مارجرجس الروماني والاسكندري والمزاحم، فبصت كده لقيت شكله شكل مارجرجس الاسكندراني، قالت برضو يبقى مارجرجس واكيد هيعمل حاجة. وفعلا بعد الفترة دي ومارجرجس كانت اللي فرحها وداها، فتقول يعني لسه ما حصلش حاجة، جيت هنا في الدير وأبونا اداني منديل حنوط، منديل حنوط في حنوط مارجرجس، خدته قال لي روحي يمكن تكون البت محسودة ولا في أي حاجة حطها لها، خدتها وحطتها لها هناك تحت المخدة بتنام. فصحيت بالليل، ايه يا ماما اللي حطه لي ده، ايه الريحة الوحشة دي اللي مش قادر أشمها، شليه من قدامي هنا، شليه شليه. فطبعا منظر مش حلو، شالته وحطته يعني في مكان تاني في نفس الأوضة بس بعيد شوية، منديل حنوط عمل هذا العمل. برضو صحي التاني بتقول أنا ما قلت لك شليه من عندي هنا، أنا مش عايزاه، شليه شليه. راحت خدته وشالته بس برضو في مكان في نفس الأوضة على بعيد، لغاية ما صحيت الصبح وكان بركة مارجرجس عملت حاجات حلوة. إيه اللي عملته؟ هي هديت وسكتت ومرت فترة كده وجايالها في يوم، ماما خير أنا قابلت واحد وقابلني وعاوز يتجوز. طب هو المشكلة في الوحايد، المشكلة في مين؟ فيك انت. طب انت ايه رأيك؟ قال الصراحة انا ارتحت له، يا رب ارتحت له. طب ايه تاني؟ قد حقابله تاني وقابله تاني، ها ايه الاخبار؟ لا ده انا بحبه، حبيه حلا كده. قالت اه خلاص. وفعلا بعد الفترة دي عدت فترة بسيطة وتقدم الى البيت والبت رضيت بيه وتم الجواز وربنا فرحها واعطاها ربنا الفرحة بتاعتها واتجوزت والام ارتاحت وكانت فرحة كبيرة ليهم. وحست بتقول لها ده منين جاي ده؟ قالت لها ده من اسكندرية. من اسكندرية؟ فمعاها البت التانية بتقول لها ده مارجرجس بعت لك واحد بلدياته، مارجرجس السكندري بعت لك واحد من اسكندرية وتم الجواز. وبتقول اتجوزوا الحمد لله وطلع معاها وخلفت وجابت ولد وسمته يوسف، وبقيت دلوقتي أم يوسف بدل ما كانت قاعدة في البيت. بركة الشهيد العظيم البطل مارجرجس تكون معانا، أمين. آخر واحدة دي جاية من كندا، ما احنا قلنا مارجرجس بيروح، قلنا أمريكا مبارح والنهاردة من كندا، واحدة من كندا بعت المعجزة دي. بتقول أن الأب والأم معهم بنت حلوة كده كبيرة في وصلت ثانوية عامة هناك في كندا،
طيب، وبعد ثانوية عامة جابت مجموع كبير وعاوزة تدخل طبعا كلية زينا احنا هنا كده، يعني طالما جايب مجموع عاوز يخش طب او تخش صيدلة، تمام. فبتقول بس المشكلة ان هناك في البلاد بتاعتهم دي مش بالمجموع يلا، لا ده لازم يبقى في انترفيو ودراسات وامتحانات، ومش اي حي حد يخش وخصوصا كلية الطب. فبتقول قدمت على صيدلة عشان صيدلة وعلوم، العلوم في كلية جنبهم في نفس بلدهم، الصيدلة برا. فكتبت صيدلة وكتبت علوم ولفت، مش مصدقين ان ربنا جاب لها الصيدلة. لكن كانت في مشكلة، الصيدلة دي مش في بلدهم زي عندنا كده كليات وجامعات، فهنها هناك عشان تروح الكلية الجديدة دي كلية بعيدة جدا، زي عندنا هنا واحد جايب مجموع وعاوز يخش طب يروح يقول طب روسيا، يسافر بلاد بعيدة. فهي جات لها الصيدلة بتاعتها في بلاد بعيدة عنها، طب أروح؟ قالت لها صراحة يا ماما أنا مش مرتاحة إن أنا أسافر هناك، أنا تعودت هنا بنصلي مع بعض ونصوم مع بعض، وأنا مضمنش الدنيا هناك لأني لازم أسكن، مفيش سفر، بلاد بعيدة. فأنا يعني صراحة أنا خايف على نفسي. بيقولوا في الحاجات دي اللي هناك قال في بوي فريند وغير الفريند وصداقات، وأنا مش ما تعودتش على الموضوع ده، أنا بقيتها من الصيدلة عشان أحافظ على نفسي. ودخلت كلية علوم اللي جنبهم في بلدهم، تمام. ودخلت كلية علوم أولى وتانية وتالتة ورابعة، وبعد كده يعني بتقول طبعا أخذت كلية علوم كان نفسي أدخل حاجة. قولها طب ما انت الصيدلة وجت لك ورفضتيها، والكلية اللي جنبكم في بلدكم ما فيهاش صيدلة بس فيها طب. قالت لما طب صعبة الدخول ده، حتى كلية الطب دي ليها بدل انترفيو واحد ده في انترفيو 1 وانترفيو 2، وتتجمع الامتحانات اللي باخدها على مجموعي. المهم بعد ما خلصت كلية علوم ليها الحق تقدم، قدمت وأبوها بيقول لها قدمي وإن شاء الله يعني نشوف إيه اللي هيحصل. فبتقول أنا قدمت بس عاوز المشورة، ربنا راضي بكده، هم أسرة حلوة يعني بتاعت ربنا، ربنا راضي، طب أنا عاوز مشورة ربنا. فبتقول مشورة ربنا كانت في إيه؟ بأفتح في الانترفيو وألاقي مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، نهضة الشهيد العظيم البطل ماري جرجس، ده عندهم هناك شافته. فبتقول انبسطت كده وفتحت أشوف في إيه، بصيت أول ما ابتدى البداية جرس الكنيسة بيضرب، سيدنا الأنبا شاروبيم داخل الكنيسة هيصلي وصلى ورفع البخور والضرب أجساد القديسين، وكل اللي انت بتشوفوه في الليلة دي شافته هناك في كندا. فانبسطت كده وفرحت وقالت طب ده ماري جرجس اهو شوية، وفي الآخر أبونا بيحكي المعجزات. فبتقول شفت المعجزات وقلت يعني دي عشان تدخل كلية طب عايزة معجزة. طب لما أنا أسمع، وبيجيت تسمع كل يوم تتابع النهضة والمعجزات، وبقيت تحكي لبنتها، فبنتها دي مولودة هناك ما تعرفش عربي، فاللي بتسمعه ما عرفهوش. فماما بتحكي لها، قالت لها انت شوفي واحكي لي ترجمي لي، ده الأم طبعا من مصر. فترجمت لها كذا معجزة
وحست ان ممكن الواحد يعني ما يبقاش بمجهوده ولا علمه ممكن معونة ربنا. وفعلا بتقول خدنا، فبتقول لها اما انا سامع كلمة خروب بقرون، بوه ده وصلت كندا، خروب بقرون، امال ايه يعني الخروب بقرون؟ قالت لها ده الناس تنظر، اللي عاوزة طلب تنظر نذر تشتري خروف وتقدمه نذر المار يرجس. وشفت حاجة اسمها كمان ايه يعني عجل، عجل لا ما اسمهاش عجل، اسمها ايه عجل، عجل. طيب وفي حاجة اسمها بطش، احنا حننظر حاجة كبيرة بس هم ايه لا يعرفوا البطش ولا العجل، ما يعرفوش. قال كل اللي عندهم انيمال، فحننظر انيمال بس انيمال كبير. طيب الحمد لله، ده الكلام ده لو دخلت كلية الطب تمام. وتقدموا فعلا لمار جرجس واداهم المشورة قدم يا بنت، لكن عدو الخير صعب، راح لهم كندا، ده قاعد هناك الملعون، ده احنا بنقول في بلادنا بس حتى في كندا، بس هو برضه ما يقدرش يعمل حاجة. فبتقول قدمت على كلية الطب ومنتظرة يبعتوا لي الإجابة. في شهر 5، في شهر 2 الأول انترفيو 1، فذاكرت واشتغلت في المعاد، والمعاد هناك ما يروحوش، هم يسافروا على الأونلاين، الامتحانات تيجي ويمشي على النت وتبقى شغالة. فبقول بعد ما ذكرت وقبل الامتحان بيوم يشتغل عدو الخير في واحد أخو أمهم، أخو أمهم في مصر اتنيح، وهم كانوا بيحبوه على علاقة معاه، فكانوا زعلانين والبت بتبكي، وبكرة رايحة تمتحن. طب خلص لماما، يا بت بتبكيش خلاص، طب لا ده خاله بنحبه وخاله كان طيب وكان حلو. المهم يعني بقعدت تبكي جامد عليه، قالت له صراحة أنا متضايقة، أنا مش هدخل الامتحان. فبيجي يتكلموا معاها ويحاولوا معاها لغاية ما قالت أبا خلاص هخش واللي أعرف وأقوله عشان أنا مش مركزة وتعبان. وامتحنت انترفيو 1 ده في شهر 2، لغاية ما عدت شهرين ثلاثة تاني في شهر 5 جالها الإجابة توجد ليك انترفيو 2، يعني معناها نجحت في الأولاني. طيب انترفيو 2 برضو عدو الخير وراها، في الأول خالها مات، الثاني إيه اللي حصل؟ المعاد اللي تحدد في شهر 5 كانت الأسرة مسافرة من كندا رايحة أمريكا، وحاجزين الطيران وحاجزين الأوتيل اللي حينزلوا فيه وحاجزين الأماكن اللي حيروحوها. فجاء المعاد في نص المعاد الرحلة، فقالت له يا بابا مش هينفع كده، أجل الرحلة. قال له ما ينفعش، ده مواعيد محددة وما ينفعش تتأجل، أجل الطيران ولا السكن ولا أجل الزيارات والارتباطات اللي أنا واخدها مش هينفع. قلت له طب خلاص أنتوا روحوا وأنا هقعد. قال لها برضو لا، ما نسيبكيش لوحدك هنا وتعالي. هو عموما مش الانترفيو أونلاين، من كندا ينفع من أمريكا ينفع. قلت لهم بس يعني أنا هروح، ده هنا عاوزة أوضة والدنيا هادية وأعرف أذاكر كويس وأركز، أنا لسه حسافر وأروح وأنقل واللابتوب والأوراق والمعلومات والحاجات دي كلها صعب إن أنا، فأنا روح أنتوا وأنا خليني. فبرضو قالوا لها لا لازم حتيجي معانا. قالت يلا زي ما يكون، باين عليها إيه الشيطان حبكها عشان أنا ما أدخلش كلية الطب. وفعلا سافرت معاهم وراحوا الأوتيل، راحوا الأوتيل بتقول طبعا
يختلف عن بيتي اللي متعود عليه في الهدوء والمكان الحلو والبركة كده. ونمرة اتنين، لغاية ما تحدد الميعاد اليوم وفتحت اللابتوب بتاعها عشان يشتغل، أبدا مش راضي يشتغل، معاكس معاها. يا بابا الحقني، أدينا أنا جيت هنا، طب اللابتوب ما شغالش. قال لها مش مفيش مشاكل، خد اللاب بتاعي. بتاعك انت؟ طبعا انا ما فتح اللاب بتاعه شغال، بس طبعا انا ما اعرفش نظامه زي بتاعي متعود عليه عشان الكتابه والحاجات دي بسرعه، بتاعك انت انا مش متعود عليه. المهم فبتقول طبعا كانت مشاكل، اولا بلدنا مش هي، من كندا لامريكا. نمره اتنين، السكن واوضتي وبيتي احنا قاعدين هنا في الاوتيل. نمرة ثلاثة، حتى اللاب مش عاوز يشتغل. ده معناها ان هي ايه؟ مفيش فايدة. قالت لها يا بت احنا جايلين لمار جرجس هنودي له الانيمال. تمام. وفعلا امتحنت الانترفيو تو، وكانت في الانتظار عشان تشوف ايه اللي هيتم. ففعلا قعدت منتظرة النتيجة. يا ترى ده طب صعبة، مش 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 ضروري يعني، مش ممكن هيقبلوني إلا إذا كانت في معجزة، والمعجزة دي تبع ماري جرجس، واللي احنا تأكدنا منه وشفناه وسمعناه دير ماري جرجس المحروسة، اللي احنا لا شفناه ولا زرناه ولا نعرف حاجة عنه، ما شفناهوش، لكن حسينا انه معانا. وفعلا بتقول على اواخر الشهر يجي لها رسالة من الكلية، انت على قائمة الانتظار. يعني يا ايوه يا لا، لو فضي مكان، المكانش السنة دي ممكن السنة الجاية. فقالت لما نشوف، وقعدوا منتظرين. عدى بالضبط اسبوع واحد وتجيلها الرسالة، مبروك قبلتي في كلية الطب اللي ببلدكم، مش هتتغربي ولا تسافري ولا تقعدي قاعدة جنبك في بيت بابا وبيت ماما. وجالها وأصبحت حاليا، الكلام ده سنة 23 السنة دي، يعني هي بسنة في شهر 5 كان الموال بتاع الامتحانات ده، وابتدت على طول السنة، وهي حاليا في بداية السنة الجديدة في كلية الطب في كندا. واتصلوا من كندا عاوزين الانيمال الايه الكبير. طيب هو هنجيب يعني هو الانيمال العجل اكتر ولا البطش اكتر؟ ما قلت ما نعرفش، فلا العجل اكتر. طيب شوف لنا اكبر عجل، وفعلا قدموا اكبر عجل وبعتوا فعلا ثمنه عشان يتوزع لماري جرجس. قالت لماري جرجس والبابا كرولوس كان داخل معانا في المعجزة. وبرضو اخر حاجة اقولها، باباها جه من يومين الدير لاول مرة، واباها باباها يبقى ابونا انتوني، كان مصلي معانا هنا القداس مع سيدنا من يومين وصلى وحكى الموضوع ده. حقيقة حكاية جميلة حلوة، وتشفع بماري جرجس. وجاء الراجل قال أنا لي 26 سنة ما دخلتش مصر، أنا جاي مخصوص وجيت على طول على الدير ده أول مرة أشوفه أعرفه، وشفت الحاجات الحلوة والاحتفالات ورفع البخور والقداس وسيدنا والانيمال والحاجات الحلوه دي كلها. انا فرحان ومبسوط حقيقي. خد لي يومين في ضيافه سيدنا ورجع الى بلدهم، وده كان ببركه الشهيد العظيم البطل ماري جرجس الروماني. ربنا يفرحكم ويفرح اولادكم، كل سنه وانتم طيبين، يعطينا الرب نعمه. والمعجزات اللي جات النهارده بكره ان شاء الله نقولها عشان الوقت، وكل سنه وانتم طيبين. أكسياتي عاي يا ماريا.
كاتب أرسنوس أكسياتي يا مري أتي مجدلي أكسيوس بي أجي يوز جي أرجي يوز بي روميو أكسيوس جي أرجي يوز بي ألكساندرياس أكسي بي أج يوز جي أرجي يوز بيدوهم يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب بارك من الليل يا دوك زبدري كيو كي عقم نماضي كيري كاي كي سوسيون سوليون نامي وشي فولن قوم جوب انجوي زيزو بخريستوس اسموني ستين من سماري بكنا انتكيري نيوين سلطن بكلاوس سوط يمونو نيران كريا ليزون كريا ليزون كيري افلوغ سوامين اسمو ايروي اسمو ايروي سيمي طانيا كوني افلغو ام باسمو اخريستوس بن نواتي امين اذا شو أيها المسيح لنا ملك السلام قل لنا سلاما أعطنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك وقوة المجد للأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين كل بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر لنا أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في لكن نجينا من الشرير يا ربنا لنا لك مكوكو المكتب آمين ولان محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم.